جنن. ايه ايه يا عم تخيل؟ احمد ماله اتقبض عليه في ثانية كده راح. انا مش عارفة بس يا ربي ليه الحارة الزفت دي نازلة قر وطالعة قر، مش مخلصها ان ربنا فرج على الولا شوية؟ لا بس انا عارفة ان ربنا معايا مش هيسيبني، هيقف جنبي. قول له اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اهدي بس اهدي انت وانا هتصرف. اقعدي استريحي شويه كده يا سيده بطلي ندب. بقول لك ايه، خفي على الوليه شويه بالراحه واتكلمي كده وقولي لنا عمل ايه، وانا واثقه ان هو عامل له مصيبه. انت اللي 60 مصيبه تصيرها اما تشيل ابني اشرف مش شرف. بصي انا شاكه ان انت اللي كاريه عليه انت بس. لا كلكم كلكم اللي كارين عليه. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي دخلني بيتكم اصلا؟ اهدي بس يا عمتي، هو ايه اللي حصل لكل ده؟ الجلد والحقد والغيره اللي على ابني منكم. لا 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 بس يا عمتي اهدي بقى واقعدي اتعشي معانا الاول وبعدين نتكلم. اتعشى ازاي؟ اكل ازاي في الظروف دي؟ اللي تاكلي عامله كفته مشويه كده حق والله العظيم تستاهل بقك هتعجبك. وبعدين انت لازم تاكلي لقمه علشان تصوبي طولك عشان تعرفي تقفي جنب ابنك. طب والنبي انا من ساعه الحكايه دي ما حطيتش حاجه في بقي لما هفتنى وهقع من طولي. يا حبيبتي وهيجي لك نفس تاكلي وابنك محبوس. اسكت انت مش عايزه اسمع صوتك خالص. انا ايه بقك اللي بينزل سم ده؟ فين الكفته؟ تعالي تعالي يا حبيبتي اهي ترابيزه بحالها. يلا اهي ايوه سكتيني. اه والله الهي سامحه اللي عمله. لا يسامحه ايه؟ الهي ياخده ولا يسامحه ويحيره زي ما حيرني. كلي كلي يا سيده يلا. احمد بيحب الكفته. انا اسف عايز ابين ان انا جاي من غير ميعاد. تقولش كده يا عدول، بيت بيتك. ربنا يخليك، متهيألي حضرتك ما عرفتش او ما وصلكش ان احمد قبض عليه امبارح. قبض عليه؟ اه. ليه؟ ما حدش عارف ولا انا عارف. طب ما تقلقش. ما قلقش ازاي بس يا حازم؟ بيقول حضرتك انا ما اعرفش ولا حد يعرف، انا قلقان يكون عارف ان هو بيشتغل. قلت لك ما تقلقش. لو كان اتعرف عنه حاجه او كان مبسوط كنت انا هعرف. طب امال حضرتك تفتكر ايه اللي بيحصل ده طيب؟ انت اخبارك ايه؟ انا؟ اه. انا تمام كويس الحمد لله. انا اعرف ان انت واحمد اكتر من اخوات وساكنين في نفس الحاره صح؟ اه صح. على كده بقى تعرف اهله كويس. الله سكت ليه؟ اه قريب لي واعرف اهله كويس جدا كمان. اه يعني تعرف كاميليا؟ اه اعرف كاميليا. طب كلمني عنها شويه. ايه سكت تاني يعني؟ هو انا طلبت منك حاجه غلط؟ لا بس انا اللي عايز اطلب منك حاجه صح. ممكن تبعد عن كاميليا وتشيلها من حساباتك وتطلعها من دماغك؟ ده بعد اذنك طبعا. ايه خايف عليها؟ تقدر تقول كده. كاميليا بنت حتتي وبهدلت كتير وشافت مشاكل في حياتها كتير قوي، وانا خايف عليها من الزمان. من ايه يعني؟ من اني اذيها؟ لا مش ده القصد. امال قصدك ايه؟ عايزه بنت. عارف ان احنا شغلتنا شمال ليه في الاخر بنت، انا خايف عليها من السكه بتاعتنا. بس ولا في حاجه تانية؟ تخيل بس. لا من الناحيه دي اطمن خالص، كاميليا هتبقى معايا في امان. وبعدين انا الوحيد اللي اقدر اعوض كاميليا عن اي حاجه تعبتها في حياتها. قول لي يا عدول انت اخر مره شفتها امتى؟ اه ده واضح ان انت بقالك فتره ما شفتهاش. عارف لو كنت شفتها قريب كنت هتعرف منها انها مبسوطه بالشغل الجديد. لا مش كده وبس، انت كنت هتعرف كمان انها مبسوطه باللي بيني وبينها. طب بص يا عزت. عزت مش لازمه بقى العزت بيه والحاجات دي، خلي بساط احمدي كده. انا عايزك تركز في موضوع احمد، اما موضوع كاميليا الكلمتين اللي انا قلتهم لك من شويه دول برضو تركز فيهم. ماشي سلام يا عزت. ما تقلقش على كاميليا واحمد، وبتهالي تلحق تنام دلوقتي ميعاد نومك قرب. ماشي يا عادل، انا وانت والزمن طول.
ايه ده يا حنان؟ التصميمات دي فيها حاجه غلط، مش مظبوطه. استاذ مدحت موافق عليها كلها، وهو اللي ادى الامر بالشغل فيها. المصنع اشتغل؟ لا لسه. طب اوقفي اي امر بالشغل في التصميمات دي لحد ما اقول لك. بس كده استاذ مدحت ممكن يزعل منك ويعمل مشكله و... اللي بقول لك عليه تنفذيه وبس يا حنان. منى انت مش واخده بالك من حاجه؟ جايز استاذ مدحت قال لك تديري امر الشركه بس مش تغيري في سياستها. على اي اساس بتتكلمي كده؟ على اساس ان انا جيران وخاف عليكي، وعلى اساس كمان انا عارفه استاذ مدحت كويس قوي. صدقيني. طب يا ريت تنفذي اللي انا بقول لك عليه وبس. اتفضلي. الو. ايوه مدحت، عامل ايه؟ طب الحمد لله. طبعا نص ساعه بالظبط واكون عندك. منى. نعم. منى انا بجد مش عايزاكي تزعلي مني، انا كنت بتكلم لمصلحتك. انا مش زعلانه، وعارفه وضعي كويس قوي هنا على فكره يا حنان. عارفه ان انا هنا مش مديره الشركه، وان مدحت هو المسؤول، وان الشركه ليها سياسه خاصه ماشيه عليها، وان الموديلات هو اللي بيوافق عليها مدحت مش اي حد تاني. بس طالما بقى هو خلاني ابقى المسؤوله، فانا بعتبر نفسي صاحبه الشركه لحد ما يطلع بالسلامه ان شاء الله. ومين بقى اللي قال لك انك هتسيب الشركه؟ ايه، انت خرجت من المستشفى حالا؟ يعني كنت هتخليني اضرب المشوار ده كله على الفاضي؟ انا كنت تحت وانت بتكلميني اساسا. بس ايه الحلاوه دي؟ حلاوه ايه؟ انت مش شايفاني جاي اعمل ازاي؟ معلش، فتره مؤقته. يلا عشان تخش مكتبك، انا عايزاك في حاجات بدزنك، انا عايزاك في حاجات كتير جدا. هو ايه النظام؟ ما عادش في نظام خالص، وخد بالك البنت دي مش سهله خالص. واختها فانهي داهيه؟ سابت الملعب راحت تشوط في حته تانية. واحنا هنفضل كده على دكه الاحتياط ولا ايه؟ والله ما انا عارفه احنا طالعين خايبين كده لمين. تعالي اقول لك احنا طالعين خايبين لمين. كنت عارف انك مدوره الشركه صح. عيب عليك، انا كنت مندوبه مبيعات زي الفل. ايوه، انا بقى عايزك تحكي لي الحكايه دي بالتفصيل. لما تقول لي الاول ايه اللي انت موافق عليه ده؟ اللي هو ايه؟ اقصد التصميم ده. لا، التصميم ده زي الفل، ده سليم جدا. بس ده ما ينفعش السوق المصري خالص. انا ما ببصش للسوق المصري في حاجه يا منى. طب وليه لا؟ طب ليه دايما عينيك على بره وبس؟ هم عندهم شركاتهم وعندهم المصممين اللي بيعملوا لهم الحاجات اللي تخصهم وتناسبهم. احنا بقى فين من الحكايه دي؟ يا منى السوق المصري ضعيف جدا. عشان بتعمل له اللي هو مش عاوزه، بتعمل ذوق مش ذوق. عمال تفكر في الناس بره هتلبس ايه والموضه ايه؟ فيها ايه لما نعمل موضه خاصه بينا احنا؟ مش يمكن تكسر الدنيا؟